ازيك شاي؟ معاك محمد محمد تيوري. من النهاردة هنلعب لعبة ماينكرافت. عاوز اقول لكم على حاجة شباب، الحاجات القديمة كلها راحت عشان ماينكرافت علقت، فاضطريت اعمل حاجات جديدة كده. ف معلش يا شباب، كل حاجة راحت. الاول نقدر نغير سكنين، بس غير ده. طبعا شوية دي الأدوار اللي عندي تيك توك، اللي هو خدعة تيك توك. بس أنا هوريكم كام خدعة النهاردة في الدور ده. عندي أحمد سيرفايفل، دور أحمد سيرفايفل، والدور بقى ده هنسميه أحمد ده. استنى، اصل الدور ده كريتيف عملته. ثانية اوكي، بس كريتيف الدور ده كريتيف اصلا. اعمل يوم نخش، مش عارف مانش ازاي بيخرج. ايوه تي، بس يمني يلا احمد كريتيف. بس خلينا بس نخش دول تيك توك. عندي لكم شوية خدع حلوة لسه متفرج عليهم. هنخش بقى نظبط. طبعا انا جربت الخدع. بصوا شباب، ده بيت، بيت انا عامله من تي ان تي. ايوه بصوا كده نفنجر. طبعا انا حطيت فيه السكيلتون كده، هو الجزء ده اتفنجر، مش عارف ايه ده نفنجر. يلا يلا هنولع نولع. يلا خليهم بقى لوحديهم يريحوني على البيت اختفى. يلا بقى خلينا نبدأ بجد. نجيب بقى الأدوات. أول خدعة هنجيب تين، أو أي حاجة مش لازم تين يعني. وهنجيب وهنجيب دي وناقص حاجة واحدة هنا. لا ايوه هنا خش شوية. معلش ماينكرافت شوية. تمام هنبدأ بقى نجيب كريتين. خلينا بس نشوف هنمني كل واحدة. واحد اتنين تلاتة، هنمني عشرة. احنا عملنا واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة، أربعة خمسة، خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. وبعد كده هنيجي بقى من نفس برضه الحتة دي، نبيت شوية كده ونعمل واحد اتنين تلات. دول اتنين بس، ادي تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر، عشان يبقوا طول بعض. طول بعض. نبدأ بقى نعمل، نجيب دي كده تطلع. بصوا شباب، خلينا بس ننام عشان النطرة دي، فنعمل بالليل عشان ايه بقى نعرف كده. نعمل بالليل عشان نعرف شوف الخدعة كويس. ف
فنجيب سرير وننام عشان نصحى تبقى يعني تبقى الدنيا صبح من نور النهار. بدأ تبدأ طبعا النطرة تقف خلاص. نعمل ايه بقى؟ نجيب كده اتنين. استنى هنجيب كده اتنين. نجيب هنعمل ايرون جولم مش برضو اللي ما يعرفش ازاي تعمل ايرون جولم. هتجيب بلوكة الايرون تحط اتنين هنا كده اتنين واقفين واحدة هنا وواحدة هنا وتجيب دي تحطها كده هيتحول ايرون جولم. تخلي عم مش دم. بعد كده هنعمل حاجة كده. استنى حاول اظبط. استنى لازم تيجي من الطرف. استنى ايوه هنا هتقدر تحط سكيتون كتير كلهم كده على بعضيهم. سكيتون كتير متوقفش حط لغاية لما تزهق. يفضل تحط كتير بكمية كبيرة جدا 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 جدا. بصوا بقى قد ايه لازم نحط كمية كبيرة بس عشان جيب بدأ يعلق من السكرتون. شايف هو راح فين؟ نعمل تاني بصوا يا شباب على المنظر. هي دي الخدعة. شايفين السكيلتون كله قاعد بيضرب على الايرون جولم. ويا شباب والله الخدعة حلوة. حتى اختي قاعدة جنبي وبتشوفها. صح يا حور؟ ايوه طبعا اللجلجة بدأت. خلاص هنمشي. هم خلاص موتوه فهنلف وشنا كده عشان اللجلجة يعني بتعلق. ثانية بقى هو انت مش هتعمل الخدعة الكتاب بتاعت امي كامل دي مش هتعملها؟ البوازة النور دول والكلام ده مش هتعملها ولا ايه؟ اعمل ده تاني. خدعة اللي هو بتقول عليها اسمع حول يا جماعة. طبعا على فكرة في ايه لونها حاجة تاني زومبي تحطوها زي البتاع دي تلبسوها الخوذة. وهنجيب بقى دي اللي هو دي وهنجيب بقى اللي هو الصرف. طبعا شباب بقى نعمل كده نعمل بوابة نظر عادي. بوابة نظر عادية خالص اي حد يقدر يعمل. يا شباب عملنا بوابة النظر. نعمل ايه بقى؟ نيجي هنا مش كده. استنى يا بابا ايه يا بابا استنى. صح انا عملت حاجة على كده حط كده. بصوا بقى يا شباب عظيم. هنخش اطلع هنكسرها. بص يا شباب الصاروخ اهو يعني كمية صاروخ اهو.
بصيت يا جماعة صاروخ خداع خداع خداع. طبعا اختي جت فما شافتهاش. اه عادي انا اصلا عارفاها. فانا ايه، لا هعملها قدامها برضو، هعملها تاني. بصي يا حبيبتي هتعمل ايه، هتجيبي كده اللي هو الاكسجين، تعملوا اربعة، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، وهنا بقى واحد اتنين تلاتة اربعة، بعد كده تنزل صح، بعد كده نوصف، بعد كده نعمل كده 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 كده، بعد كده تعملي كده بوابة. تمام. بصي عشان بوريهالك ايه، مش هما شافوها، تفضلي كده تدوسي جوه البوابة، وبعد كده تخشي. تخشي عادي كده، كسري دي تا 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 تا. ده هي بقى بكير قوي من جواها دي يا بقى. يلا يا شباب نروح للعالم ونعمل خدعات تانية. فاضل خدعتين، الخدعة دي بقى انتوا عمركم مش هتشوفوها. قول يا شباب والله رأيكم بجد في الفيديو عجبكم ولا لأ. الخدعة دي بقى هنكسر الأرض، انت مش هلعبكم خدعة بقى يا حاجة واحدة. أما أقول لك على حاجة، ثانية يا حبيبي، ثانية يا حبيبي، جيب الشيكي نبدأ ندور بس على على بيت يا شباب البيضة فين؟ فين البيضة؟ عايزين بندور. ايوه هي فوق، وهنجيب ايه اللي ده، وهنجيب ايه، ثانية حسن، وهنجيب نبدا بقى ننزل ننزل نحط كده الفرخة. لا مش عاوزين فرخة غنية، نحط كده بعد كده تقفل على اليمين، نحط كده نحط الزق. بص بقى الزق الغبي فاكر، يلا اعملها اهو، فاكر اللي الفرخ مش عارف نعملها كده، فاكر اللي هو هياكل الفرخة اهو، بص نزل، فاكر اللي هو هياكل الفرخة. هو طبعا الزيت الغربي تغير الوقت مش بتحرق. طب الله لا حرقك. ايوه اهو نايت يا اجبية. بص 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 فرخ ايه، بص مات يا عيني الفرخ، والفرخة ماتت يا فرخة. خدع تاني بس اعتقد لا تقول لا كيف لا تظبط. ننزل بس ايه كده، انت ممكن تعملوها خد عادي بنكمل عملها. دي بقى ممكن تعملوها في التليفون يا اما الكمبيوتر، بس انا كان مش عارفها في التليفون، قال بقى يجرب الكمبيوتر. عرفت؟
عمرك هنكسر قد كده؟ هوعدي تكسر براحتك. ماشي. دي افتح كده شوية زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. العباية دي لو ظبطت بس اعتقد كانت بشاب. انا شفتها على اليوتيوب طلعت. لا مش طلعت كده على الكمبيوتر، ما طلعتش كده بس مش عارف بقى على الجوال. ممكن عارفة يعني، عارفة يعني ايه حول، عارفة يا حول يعني ايه جوال؟ يعني تليفون. تليفون؟ نعم. هما بيقولوا تليفون وموبايل والهاتف كذا حاجة. متضحكيش. هي اساميهم كده. ماشي. ماشي. كده. نعم. ايه؟ كده احط بس كده حلو. انا بس عشان جوني تبقى يعني ايه يا عم نجيب بدروك؟ فين البدروك؟ فين البدروك؟ مش لاقي البدروك. نقدر بدروك 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 بيدروك بس مش لاقي خالص. يا بيدروك. ايوه بيدروك. انا بس بحطها بالتين فاكر بس احنا عاوزين بيدروك. فاكر بيدروك نجيب كده وكده كنا عاملها كده. نفتح بقى كده تفتح تعمل كده وكده. نجيب الحاجة، استنى حاجة وهجيب دي يا حاجة. استنى استنى كده. ايوه أعتقد مش هتظبط على الجوال. فين الحبل؟ هو الحبل هنا. أيوة يا لهوي ده هنا. أيوة هنجيب كده بقى. نجيب بقى الحبل ونحطه. مش هتظبط، مش هتظبط خلاص كده عايزين نشوف. طبعا دي كانت نهاية حلقتنا. طبعا شوية بفت نفرع جيم سلاش بابلك. اتمنى منك تنزل تشترك. يلا سلام.